ولسه بده يهدد دمرونا. ده اصلا المتفجرات اللي رموها علينا اكثر، تعد اكثر من القنبله النوويه، ما ضلش في مكان اصلا. اللي شايف انت زي ما شايف هالاماكن عندنا، احياء سكنيه كامله بمحو، يعني ما خلوش ولا شيء عندنا. هو لسه مستنى انه القنبله النوويه، ما كل يوم برمي جزء من القنبله النوويه، كل يوم بيضروا صواريخ وقنابل بتهد مربعات كامله باحيائها بسكانها. فش في الدنيا استعمار، استعمار بيعمل حاله ضحيه وبقتل كل يوم 400 واحد في البلد، وهي كلها يعني كم كيلو مربع في بعضها الشغله. احنا مش قاره يعني لما تنزل فيها القنابل هذه كليتها والهدم هذا كله والرجمان كله، هذه كل يوم برمي جزء من القنبله النوويه. يتفرج يشوف الدمار اللي احنا فيه، كل يوم بنضرب علينا قنبلة نووية، يوم بنضرب علينا، والشعب مش متحمل ولا حاجة، وربنا يجيب اللي فيه الخير. يا عم الدمار هذا اللي صار هذا من تاريخ، أول مرة من نوعه. كانوا بيجوا ويجوا يقول لي اطلع من الدار، بدي اضرب الدار، يضرب الدار مدام أنا سلم، لكن اليوم أنا بنام وبستنى دوري وقتيش بدي أموت بدون ما أدري. أخويا نايم في بيته هو وولاده 11، هفاهم لميتهم شقف من تحت الأنقاض. امبارح لقيت شقفتين لحمة دفناهم امبارح. إيش هذا حرب؟ هذا مش حرب، هذا إبادة، والله العظيم إبادة. أنا يعني مذهول من اللي بشوفه. يا سيدي ما هو ضرب قنبلتين، اجمع اللي ضربوا علي أنا بتلاقي قنبلتين نوويات، يعني يضربها الثانية بالمرة وخلص وريح راسه، عشان احنا وياه نرتاح من الدنيا هذه كلها. يعني احنا بدنا نموت لحالنا، ما احنا وياه بدنا نموت. היום כוחות צה"ל בהובלת סיירת גולני כיתרו את העיר עזה. הם הגיעו עד לחוף הים בחלק הדרומי של העיר עזה, והם כיתרו את העיר עזה, ובעצם היום יש עזה צפון ועזה דרום.